اشتغلنا على السيستم ده هو ده الكوسين الاساسي بتاع الكوسين ده. الكوسين بتاع الدكتور شو السيستم ده تو ماتش. هل بتقول تو ماتش؟ تو ماتش والاناليسيس انت عايز مع الماركت لسه ماركت يا جماعه بيعمل كل ده. هتبدا بالملف، هتبدا بالمطفي، والخزنه والمخزن. اما ايه رايك؟
ما حتقدر تبدا من حته ثانيه لانه البروسيسه الكبيره دي بين على بين على انه يكونوا موجودين عشان ما اقدر اتعامل معاه. عشان كده اقول لكم انه انتوا الاثنين النظريه هي واحده والبلان السيستم شغال اسرع التسير بتاعته ما فيها خطر. بتكون عندنا شنو؟ اذا صار لنا مشاكل طيب الاهميه تحت الخطوه دي شنو؟ مهمه بالفعل في الاي ار بي سيستم مهمه جدا كويس. انا لما اخلق لي بروسيس زي دي البروسيس دي هي اللي بتضبط لي ديل وانا عايز لي انتجريشن بين الخطوات دي كلها يبقى ما حتتم الا عن طريق المهمه. بمعنى اذا انت طلعت مهمه بكره لاغاثه المنكوبين في شرق النيل اوتوماتيكلي هيحصل بناء على بلاغات سؤال دقيق تكنيكال واحد تكنيكال واحد المهمه انا قلت لك ماني تو ماني افترض ان كلامي صح الحاجه دي بتغير في السيستم بتاعك. لا طيب انا بتكلم احنا ما نخش تفاصيل لانه احنا سني الناس هم مختلفه والطريقه بتاعت السير بتاعتنا يعني اساس التحليل ده ما غير الطريقه القديمه ولا الطريقه القديمه حيحصل فيها اختلاف في ده هيحصل انه بس انتجريشن بين السيستم دي وكل كده. المطلوب مننا ناس نحدد الاولويات عشان ما نبدا نشتغل وحنشتغل. انا متاكد لو خليتك بدون ما ليك هنعمل التحليل ده السيستم النهائي حيطلع بتاعك حيكون نفس الشيء. لا ما سيب لي بوينت كلها هو اتفضل بقى يرد عليها انت وقفتني. لا لا دقيقه انا كنت مطلع حد وانت كنت عارف ترد عليها بس ثاني ذكرتها ما حد الكلام ده. الكلام كالاتي انا قلت لك السيستم ده بيتعامل من ناحيه زمن هيطلع الاناليسيس غلط هيتعاد وهيتعاد وهيتعاد. انت بديت ترد هو ما منتبه ليه وين مش انه انا رايي انه الاناليسيس غلط وانه دي هتعمل مشكله انت قدرت ترد رد اوكي. لا في حاجة في حاجة اي دور كان اي حاجه في اي ابروش بتاع الشغل انت مبدئيا لو انت قلنا له الدور حصلني يعني اصبح لي شديد ما في اي مره بس مثلا عامل كل الشغل ليه لانه يعني انا غيري وانا مش مسلس في الشغل كويس كنت اشتغلت فيه شويه وين مديرتي كويس انا يعني حاولت بقدر الامكان ودفعني لهذا الاسئله لانه انا بقدر الامكان اكون ساينتفك واحاول احاول احاول اكون باحترافيه شويه بدل العلمي شنو؟ انه اصلا كان في ناس شغالين بروجرام اصلا كان في ناس شغالين بروجرام كويس؟ انا ذاتي لو كنت جيت اول يوم انا ذاتي احترام الله اعلم لو كنت جيت اول يوم كان حتبع نفس الابروس اللي كان شغال كان لازم لكن الميزه انه انا لما جيت عايلتك بجيت الاخطاء فقلت رجعت الأطول كويس حاولت أصح الحاجة المهمة الثانية الناس الشغالين دي عاملين أخطاء وأنت قلت إنه الحكاية بتاعت دول التوتال هوم دي ما صح كويس أنا كنت قاعد وشايفهم كويس وأي هاف إكسبيرينس أوف ما شغالين كويس وأنا خليتهم بأبروتش بيسووا في راسي تقول فكرة هي طريقة واحدة المهم ده شغله كان انتجريتد في الحاجه دي انت مقيم ان الشغل اخطاء لانه فهمت السيستم والسوفتوير انجينير انه يو ديمولش يو ستارت فروم زيرو انا فهمت يا جماعه ما في قلت حياة من المشاريع قلت يا جماعة إنه في جزء من الأشياء دي already established already established وفي جزء منها established we already benefited يعني إحنا already مستفيدين وفي حاجات established إحنا مستفيدين إخوانا بس خلونا لو هم أنا خلونا لو هم سؤال
you will tell your system is technical. And if you're not there as a technical, that is a big deal. I don't know what to do. You will come down on that. I don't know what to do. الحظر انه اخر ابديت حصل في الملمت بروش بتاعت المبادرة بين الاشباع. يعني انا قعدت يمكن كم ساعة كده كويس مع الناس اللي كانوا مسؤولين في الخطة التعليمية قاعد اشوف الورقة ممكن تجيبها هو كان مفهوم وانا كنت نسيت. عشان بقول لك حاجة محمد ده عشان الريكورد يا اخوان. محمد ده امبارح ظهر كده لما ظهر كيف ده احنا ما عندنا سيستم ما عندنا زول يشتغل كده. انا كنت داير زول يعمل على نفس الحتة دي بالضبط. انت بتاع شنو العمل الميداني. العمل الميداني ليه ده نعمل لهم سيستم؟ لانه هو قال اخوانا احنا دايرين نظام شغلنا يكون بالطريقه دي. يعني قول له النظام بتاعه انت دار لها ريليست هي وري اخوانا هنعمل ايه تيبلز يعني يسووا لكن يكون انتجريت مع السيستم بتاعه. محمد قال يا اخي ده خطوه زياده دايرين شنو؟ دايرين نعمل ريليست للسيستم كله. ما قلنا لا ما قلنا لا لكن اسي دي اسي حاجه بنرجعه ده لحته انه الحته دي بالضبط عمل لها ريليست شنو؟ يعني ده الكلام يا اخوانا الان نشوف اوريكم حاجه احنا مش عارفين دارين شنو دارين انه السيستم بتاعنا يكون الفلو بتاعه ماشي كيف 1 2 3 4 احنا بعد الكارثه دي المفروض يكون في بلاتفورم ولا سيستم الناس ممكن تستخدمه ثاني يا جماعه في معلومات لا 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 ما مشكله هاي لا ما مشكله لكن المهم في الموضوع يا اخوانا الكلام ده لو ما عملته انا في شو ثاني المفروض يعمله انا المفروض اخلي حاجاتي والله ديورابل في زول تاني ممكن يستلم من هنا يشيل البتاع دي ويمشي الخطوه اللي بعدها. انا ما بالضروره اعمل حاجه بيرفكت ولا المفروض اعمل حاجه منتهيه تماما قدر اللي بقدر عليه بس كل زول يكون ستيب في الحته بتاعته اللي بيقدر عليها. ثاني حاجه احنا لو تقدر تعمل حاجه اكبر من كده اعملها يعني ما تيجي تقول اخويا ده جيف اندر اعمل لك حاجه اكبر من كده. اعمل الحاجه دي خد الابروتش بتاعك كله وشوف هتتعامل كيف وسوي البتاع الجزء الريسيرش ده وحطه للناس خان الله خان في رايي كده بس يكون في التزام التزام بانك انت الحاجه والله هتوصلها انت زي ما قلنا اي زول في اي لحظه ما بيقدر يواصل لنهايه الموضوع يقول والله انا اوف لاين مع الناس. عشان كده سؤالين الاخير وجاوب اجابه ايجابيه تعطي انك انت بتقدر تضغط برضو التغيير في المبادره ما جاوبت انت جاوبت اجابه ايجابيه. احنا دايرين نضبط الشغل ما نضبط. عين يا شباب دقايق احنا ما قاعدين نضبط يا شباب
ذكر ان احنا ما بنعمل جوفرنينج لزول، احنا بنستجيب بنستجيب للطلب بتاع زول. يعني احنا المانديت بتاعنا الاوبجكتيف بتاع نمره واحد انه تو بروفايد اي سبورت لاي تيم شغال من فيها. طيب يا شباب يا شباب عشان تقوفوا اول اي لا لا ما في مشكله. طيب انا اقول حاجه معك يعني والله بصراحه كذلك بس اي زول عنده اضافه اضافه مو لك يعني انا ما ينفع لي تقول لي تعمل لي طيب انت بنفع معك يا ما يفهم معه، إذا كان يفهم معك، إيه لا، ما يتوقف تجيك زي ما دايرك. يعني حلال، أنا في حاجة مهمة جدا جدا. أنت بتعرف حاجات كثيرة جدا صح؟ جدا حاول ضروري بين أنت بتعرف أنت بتعرف. الكل ما عارف إنه وظيفة بس ممكن يتعلم كيف يسيب الكارثة دي. لو ما خدينا هذا الدراسة دي اللي نفسنا والله نقول أوبر دولير حياتنا عارفينها كلها ممكن تكون كلام فارغ. كل الحاجات اللي عارفينها تعلمونا وتبني كيف وبتاع يس يس قول ولا في ثانية واحدة. فالكلام ان احنا دايرين مش نشيل الحياة دي نطوع على الحياة اللي عارفينها، لا دي الحياة دي تعلمنا الحياة ما عارفينها. فالكلام ده مهم جدا جدا. يعني اسمه ايه عارفين؟ لا لا ممكن بعد الكارثة احنا نعمل لنا سيستم جديد نسميه اسم جديد تماما. الناس كلها دي تقراها وتعمل فيه بي اتش دي بتاعه ده الكلام المهم. ودي هذا الكلام المفروض يتقال للناس يكون عندها حماس يكون عندها ثقة في نفسها. دي اهم حاجة بأي الشغل ده الخطوة الأولى المفروض تتحول لداتابيس. ايوه انا بعد ألاقي وقت بحث الثلاثة وقت البرزنتيشن الثاني لكن بس كده أنا بقول يعني الكلام عشان الناس توصل لهم عندها شغل فيجن بعدين احنا بنرتبهم وبعدين هم يجيبوا معانا. أول حاجة لازم يكون في كريسة للداتابيس. كريسة واحدة لا يعني حنا لما تعمل لي جيم بتاع شركة على 60 مليون حاجة. لا تيجي أوصلي. يعني في بلاغة فيو داتابيس عندها داتابيس في شغال. ما مشكلة. المخزن عنده داتابيس في شغال. أيه خلاص ما في طيب. ما في. ما في شيء أول واحد. حاجة شرحها لك أنا لسه بتاع عندك ضايع اللي هو الميناء. يعني لما نقول ده عندك داتابيس معناه إن حد لو لقيت عندي إنه ناس الميناء ده عندهم 60 لا ما خلاص ما مشكلة. انت انا لسه عملته. لا ما انا عملت على شو انا قلت. انت عملت للتوتال. نرجع للنظام بتاعنا ثاني. زي شنو؟ التوتال ما في. بدل بيطلع كده. يلا يلا هسه حاليا بقت في الاكشن. دي الاكشن. خلاص الاكشن بقت قاعدة في بالي زول. عارف البيك فيو عامل شو. انا شايف انه الناس ترجع تكون شغالة بنفس الطريقة اللي فاتت. انه يا اخي الناس اللي عندهم حوجة جو قالوا لهم يا اخوان احنا عندنا حوجة زي بس علينا نسميها ثاني بس ناس المشتريات يعملوا السيستم بتاعه مبني على الفريم ورك القديم بغض النظر عن المشاكل اللي حصلت فيها مشغول يعتبروا يشتغلوا بنفس الطريقة لكن هم تعرف حاجه تشتغل لسه وعلينا بالنسبه لنا اي معلومه تكون كابشن في السيستم يعني في النهايه بنقدر نرجع لها نحن ان شاء الله في البدايه عملنا شغل البلاغ كان بيتكتب في ورقه وديناه لنكس جي خطوه ممتازه جدا جدا من هنا عملنا داتا ميجريشن مشينا دخلناه في السيستم بتاع اللي هو الاربع يعني لو كنا دايما نبدا بالنظام زي ده احتمال ليه لا كنت في الاناليسيس بتاع الاناليسيس يعني الانبوت يجي من وين؟ احنا دايرين نبدا يا اخوانا دكتور كارول ده عنده نظام كويس جدا يعني دكتور كارول بيقول لك حاجه اللي حاسس غير كثيره الناس دي كلهم ما شايفين اي فائده لناس الاي تي قاعدين هنا ليه؟ لازم نعمل سيستم شغال لو جبناه لهم انا احنا بعد يقدر يحاسب جميل؟ بعد كده منا نبني كل مره راس بتاعنا الكبير. هذا على كل حال انا لو قدرنا نجحنا يا محمد انه نعمل اربع سيستمز ما انتجريشن هذه شغاله نجحنا. طيب المشكله كالاتي يا جماعه انا دارك دقيقه انا دارك يا محمد بس من السيستمز اللي قدامك دي في وحدات جاهزات اوريدي كان بلاغات كان متطوع كان تقيس في النهر خد لي برايورتيز ثلاثه قول لي يا اخي انا اهم واحد بالنسبه لي هسه الخزنة طيب كويس البعديو انا اشتغل في ثلاثه مهمات اللي هم برضه التايم
ان تايم ان تايم ان تصور النقطه دي ان تايم ريليتد للسيستم الاساسي بتاعك. تمام طيب ممكن لو نتكلم في شويه انا لانه بنتكلم كده لازم تشوف الحكايه دي كبيره شديد وبعدين تحاول ترجعنا شوف تفاصيل السؤال. طيب يا جماعه ايه الديتيلز؟ بالمناسبة عندك افتراض برضه انا بجرب عليهم، عندك افتراض احنا عندنا الانف كاباسيتيز تو اوفر كام الحاجات اللي دايرينها دي. والاسامشن ده ما صح. ليه؟ لان الناس ممكن لو عملنا سيرفي اللي في الناس دي كلهم ونحن محتاجين زول بتاع روبي يرجع وراهم زول بتاع روبي مش كده؟ انت بالتالي احنا الافتراضات بتاعتنا بتكون بناء على الكاباسيتيز بتاعتنا عندنا الجول اللي بنعمله. لو بنقدر نشتغل كل ما تشوف اكسس نشتغل اكسس اصلا ما في داعي نقول له والله التكنولوجيا الجديده واسمها شو ما نتكلم فيها. نتكلم في الحياه العمليه بنقدر نعملها اسهل. ما في مشكله. احنا يا جماعه كان في سيستم كان في هو يا جماعه كان في الحته بتاعت البلاغات عشان الشباب يقولوا عارفين في الحته بتاعت البلاغات نحن من عينا هو ما سيستم بتاع بلاغات هو داتا بيس وفورم ومطبعه كويس. طيب الحته بتاعت البلاغات دي لما نحن عينا ليها لقينا تولز يعني الفورم بتاع البلاغ كويس بيقدر كده كويس عشان انت تبنى الفورم ده يعني اذا جو خمسه مكالمات عايز تحطهم بفورم بتحتاج زمن كثير. لا الزمن كثير جدا يعني ما عندنا فولانتيز في الحته دي وقت. ايوه خلاص انت نحن عندنا فريق لازم الداتا انتري والله احنا واحد من الفريق. في حاجه الملاحظات كويس هنا كانت كروس هنا في حاجات ما ضروري تكون كبيانات تخش طوالي من البلاغ ما دام انه في بلاغات مستعجله وفي بلاغات حصلناها بس ده الكلام اللي انا اخذته من اليوم اخر كويس. إذا كان مقارنة عادية لازم تحصل بس عشان تكون روبوت، لأنه أمريكا ينزل طرفين تليفون ويقول له روبوت كمبيوتر. واحد من المعلومات دي ما كانت بروبوت فهمت إنها تكون في البلاغ. ده بالنسبة للحتة مثلا بتاعت البلاغ كويس؟ الحتة بتاعت التطوع أنا قلت برضه كلام قلت إنه دي الحتة الوحيدة في السيستم اللي كانت أوكي صح حملت ما حلمت. خمسة ولا ثلاثة فلوس ضرورية جدا جدا، الباقي ممكن تقولي بعدك احكي لي، لأن ممكن يكون ثلاثة يوم قاطع كهرباء، أنت لا تاخذ السيرش الداتا، بعدك الباقي بعد أنت تشيلك تقول احكي لي، دي بتحدد لك البيانات بعد البلاغات. هي عايزين الناس بتاع البلاغات دي، يكونوا كلين يكون حاجة بسيطة، إنه يتكلم كيف، يطلب معلومات معينة، واحد من ثلاثة يختصر الكلام، كويس؟ يقلل الناس، كويس؟ إذا تقدر يضربوه، ده إذا ما كان فيه. وبعدين برضه قلنا انه الحته بتاعت البلاغات اللي بتحتاج الايميل يا سيدي حيكون عندها طريقه بيانات. ده يعني ما كان ممكن لازم حتى لو كانت انت ما تسميه سيستم قديم لانه لسه ما قلنا السيستم اللي انتهى وقرار في الشركه ده لسه. بالنسبه للحته بتاعت الخزنه لازم الخزنه يا جماعه عنده سيستم صحيح زي ما قال الدكتور ممكن يكون بروبر لكن انت عارف لازم اصدق بروبر واضح ما واضح حواليك واضح يعني بناء تسلمه انت حاجه وتسلم له حاجه ايصالات. اي لكن ناس الميدان دايرين شنو؟ انت عارف ناس الخزنه عارفين شنو؟ بس اسمح لي عارف ناس الخزنه عارفين شنو؟ ناس الخزنه عارفين اي حاجه. الله يمسك يعني بتاع الخزنه بيديك تغريد على المخزن كويس؟ انا بقعد معاهم بتاع الخزنه بيديك تغريد على المخزن. حتى ما يبدا دلوقتي بتاع الخزنه. هنا بتاع الخزنه دي كم نفر؟ واحد مع واحد. هم اربعه. الليفلز بتاعتهم بتاعت الاكسبرتيز مختلفه. ورانا سيستم الشغالين يا ابن حلال يا محمد انت عارف الكلام ده بتاع انه انا والله خدت يدي في الفيل وهناك زوج خدت يدي في الفيل كل واحد فيهم بيحلف والله انا الوحيد اللي خدت يدي في الفيل. يا
هو انت ما شايف هناك لو خاطر برضه يجي الكلام ده اسي حاصل لان احنا بنعمل عن الاستمتاع ده احنا بنستجيب لليدز احنا بنجد نعرف الموضوع كامل ما عارفين انا بقول لك بس المشكله الوالدين بتخسر مشكله احنا اخوانا اول حاجه نعمل اوتوميشن للحاجه للنيدز اوتوميشن حاجه في ورقه ما ينزل يستخدم ورقه بس الزول لو عقدت له الامور بتاعته بس خلينا بس اكمل بس بالنسبة للمخزن برضو المخزن اللي برضو كلامنا فيه مبارك محتاج شوية بتاع التعليم يعني احنا في النهاية ما جبنا حاجة دي جبنا حاجة دي في مهام مهمة شغل مجندة تعرف أنا لسه الناس دي أسي دار في عسكار الناس دي ناس بيعملوا معاك يعني أنا يا محمد شوف محمد أنا بديك تبليد تبليد أنا بس ما عندنا حد يوم القيامة عشان نعمل أناليسيس واسي يوم الخميس والجمعة متوقع في الوزن في الكاس يكون فيها أمطار ثقيلة يعني الكلام اللي بنعمل فيه أسي ده كله ممكن ينعدل كله ممكن ينعدل الليلة ناس الدفاع المدني قال دارين 100 وكم فولنتير متطوع عشان في شوالات وتملي جراب يترسوا بها جنب الجامعه الدرمان الاسلاميه عندك في السيستم ده حاجه زي دي؟ قول لي كيف؟ اشرح علي في قلبك قول لي الستيك هولدر هنا المبدع متطوع منه والبنفيشري حتى حتشيل مني ادوات اول حاجه اسمع ما بدك تكسر رجلك انا بدي اسلم انا بدي اسلم عليك وبعدين تسلمني علي العينات اللي احنا استخدمنا عشان نخفف البطء ده بس الحقيقه في ارض الواقع كلام ما كده انا بقول لك احنا نستجيب لارض الواقع احنا هو نستجيب نكسر الناس اللي رقبت السيستم بتاعنا عليه وانا بقول لك خطا كبير اي والله انا وصلت مقصد كده انا عارف انك انت مش كامل للسيستم لكن الكارثه في ارض الواقع ما تستجيب للسيستم اللي في راسك في الفيجن بتاعك ولو كان في مناسبه احنا اول مطر اول سنه جينا في السودان عسكري بس كان في اليابان وقبل في الهند وفي بومبي قبلها كان في حياتي ليه ما عندهم سيستم يستجيب لحاجتنا بالضبط يعني؟ لانه الكونتكست مختلف انا كنت بقول المهم انه لازم نكون فليكسبل ما عندنا فيجن نهايه بتنتهي في يوم لو بيجيت شفتها مستر هارفرد بلا ستانفورد بلا جامعه خطوط ما في الحته المهمه انه يا اخي نمسك سيستم واحد صغيرون نكمله الليله بكره نديه للناس ندربهم استخدموه اعطونا فيدباك يعني هم بعد ما ادونا اليوم بتاع كل هم ماشيين في سيستم ثالث رابع خامس اسي ليه ما موجودين اسي حاليا ما موجودين احنا نعمل ايه؟ جيفن انه والله بعدين تعمل في السيستم خلينا بعد ما نعمل الحياه دي كلها نعمل انتجريشن بالقدر اللي نقدر عليه ما كله بالقدر اللي نقدر عليه نجي نقول يا اخوانا ايه والله دي سيستم اللي عملناه ده بي اس كيو اس عملناه بي اتش بي عملناه بدوت نت بتاعه يا رب نعمل لهم انتجريشن طيب يا اخوانا انتجريشن شنو؟ ما هي رايكم انت خلاص الموضوع كله رايك انت ما نعمل سيستم جديد كامل دي احنا عارفين على لسه عارفين الديزاين وعارفين البتاع مش كده؟ في مشكله؟ بس ممكن نحكي عن نجاحات صغيره بس عندنا ثلاث نجاحات صغير اربعه الويب سايت زاد بتاع البلاغات بتاع الفولنتير سيستم بتاع المخزن اربع عندك اربع حاجات ما دايرين غير بس نضيف عليهم اربع خمس ست سبع اي نعم والله الفيجن الكامله كويسه لكن الاحسن منها بس فيجن واحد اثنين ثلاثه اربعه وفي النهايه حنوصل لعند الناس لا مشكله انا يا دكتور انا صراحه الناس انا عارف ليه الناس ما فيها بس انا حاسس بتكلم عن التحديد الاولويه يلا بس ده كلام انه العمل السيستم اللي كان شغال يعني السيستم ده انت ما سيستم اناليست انا كديفلوبر لو اديت السيستم ده هعمل الناس العمليه لانه انا محتاج قدامي في اداره الازمات وقدامي الناس قروش ما حتى بالمهمه يعني توزيع المهمه حتى بالسوبر قاعد تقدر تدش المصدر ده حتى للزول اللي جاي مطوع ده وحتى بالبلاغ بتاع الزول فيبدا التحليل بتاعك في تنفيذه ما في اختلاف بس احنا معناه لازم نكون مصوص
المحاربين انه السيستم لازم يكون فليكسبل عشان الناس كلها يعني يقدر ياخذ المعطيات كلها بتاعت الازمه الحاليه والكارثه واللي قدام وتطوير السيستم. زائدا زائدا عليهم يكون في زول قاعد انا شايف ذاته هو هذا بدل سيستم اناليسيس يكون في زول قاعد يمشي يشوف الانظمه دي ويقلينا بدل ما يصب لنا البصمه يقلينا الحلول بتاعت الانتجريشن بين الخزنه والمخزن كيف هتحصل شيء هنا؟ هل لو هم انظمه مختلفه هل هيحصل ذات اكسشين ولا هو ممكن يعمل له كومبايلر في النص يقوم ينظم العمليه بين الاثنين؟ فانا بقتنع انه لو كنت ممكن تقوم يعني تجي تبعدوا مع الانظمه دي المفرقه دي وتشوفوا الانتجريشن هيحصل كيف؟ لو قدرتوا تقدموا لنا الحلول ذاتها يعني عن طريق الكومبايلر عن طريق الاكسشين عن طريق الاكسشين عن طريق اي حاجه انتم عايزينها مثلا في بلاغات نزلت في الفيسبوك بيج
هنا يا نازل انا ابونا عامل حسابه نسيت جاي تنصبني في الايجنت اللي ما له جماعه تنصبني في الايجنت اللي ما له طيب ايجنت ده ممكن اعملها اوتوميشن ممكن ممكن اخد الايجنت صح بتاع ده من واحد زي خمسه خمسه ده والله ايجنت من واحد ده معاهم مهم انا ما قلت لكم دخلوا لي انا اديت زول مهم ما قلت لكمش اعمل ايه كلاسيفيكيشن الكلام يعني انت بيرجع لك سبتات دي شوف الموضوع ده انت ما معاك لما لقيت ده بيا وده بيا نيجي بعدين ده تكون انبوت سيستم بتاع بعدين الزول ده ما عنده شغل يعملها كنت اعمل الشغل ده انتوا ايه يعني انه شوف انه بقى كل الحاجات الناس عارفينها لكن اللي ما عارفه انت تخليك انبوت لحاجه بعدين انت ما عارفها وما في زول يقعد سايق الكلام ده بقوله اهم انتوا ايه انك انت هسه جاي مثلا ما في حاجه تعملها لا لا في حاجه ممكن تعملها مش تطلع حاجه ممكن تكون بوتنشالي ينبت عليها ان شاء الله اطلع ميدان اطلع ميدان مش كنتش مع الناس اللي ده كان درويد ابلكيشن اللي بيبيع عامل له تيستنج السيستم ده الكلام اللي مهم ان اخوانا ما الترابيزه دي هي بتاثر فيها كل الحياه نيفر لكن حاجاتنا تكون ويب بيس دي اهم حاجه انا هنا بعد شويه لو جانا زول جاتنا جهه جاتنا مركز معلومات قال اخوانا والله عندي معلومات المتاحه عندي خلينا نشيل الكلام ده ندخله ممكن اقول كده فايل مش في ايام يكون في حاجه تبع السيستم بتاعنا ليه حد يعمل الكلام ده؟ جانا بكره محافظ الدور ما قال يا اخوانا ايه؟ قعد لي الموارد بتاعتك انت عايز تعمل ايه؟ بقى مركز المعلومات بتاعنا بدل يا اخوانا بدل بقى معانا كل الناس المحليه دول دول هنتصرف كيف؟ دي كل حاجات يعني لا ما معروف مش صديق ولا يقول اثبت الحاجه لا 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 خلينا نشتغل مع الرياضه الثانيه بتاعتنا هم اللي بيقولوا لك وين مثلا شغل فيها اسهل بس انا كنت في حاجه مش عارف بس الاسيستنت مو سيستم هو منهجية في الشغل ومنهجية ثابتة بتتغير بطريقة معينة كويس انا ممكن تبع عمل في الكوميدي انا ممكن يديني لي انا دول صعب مثلا في الكوميدي شفت ما ممكن دي ممكن 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 انا بقى اشتغل بالطريقة انا بعمل سيستم ومعمل بيشتغل زي ما وبعمل كده ده تغير الانترفيس وبعمل بوك يديني واحد تاني يقول لي ما بعرف عملت ايه طيب اديك سؤال ظريف اديك سؤال عن زور اكاديمي بتعني كم دي بي بس عزلي 20 دي بي بس عزلي 20 طيب ولا حاجه ظريفه في مليون دي بي بس وفري اوبن سوفت وير انت ليه ما بتعرفهم كلهم؟ لانهم بس جاوا للحاجه تقريبا الناس يا اخي احنا دايرين سيستم الناس بيستخدموا تذكر ده الكلام بتاعنا الكلام ده والله بيس على الحاجات الدارية أبوك على المشاهدين والله أنا لا أعلم سيدي عالي جدا ما مشكلة عين الفور بقى يعني الحياة ده مشوق يعني لأنهم لسه ده بس أناليسيس والأناليسيس لازم يكون أناليسيس أنا ما بقدر أعمل لك أناليسيس البيرتيش أنت اللي ما خلاص انا بعمل اي وعدا من ايدي عشان نقول يا صاحبي يا محمد محمد صلى على النبي احنا الزمن اللي خدناه هو سيتي في مثلا انا فيك الوقت دي لازم نعمل موجوده يعني انت عارف ان البورت ده مش موجود ده عايز من لنا ساعتين وحاجه صح بالضبط في ساعتين وحاجه كان البورت ده في يوم كان اللي فات اللي اتكلم دكتور انا ما عندنا جدره احنا عايز كنا ده الليل انت في الميدان بتاعنا ليلة ممكن ولا ممكن لكن الميدان يعني كيف طلع الميدان يعني كيف عشان تعمل ناس ثاني بعتمد على الميدان ده مش عارف ايه طلع يعني بيجي وين يكون بتاع بلاء كامل يوم ده كان يكون بتاع خمسة كامل ايوه انت يا دكتور مش قاعد تاني على كل الميدان انا عارف ده طلع لي طلع انا قاعد بعتمد على دول فرمي ما ايش يحصل كده في بلاء بيجي عمل دقائق بس دقائق انا دارس اعمل يا لا انا ماشي معلش لا غير ماشي اي السيستم اللي بيدري بتاع اي يا حكم كده في ذات مساء اه يا الناس واقفه معاك انت معاهم تلاقي مش فوق بتاع الناس ده ما انا زمان انا والراجل الكره اللي بيبان طويل يعني كان لابس الكلام الاقي هو والفين دول نشوف عاد يعني نفس الكلام من اي ناس وفي وغير في ده في واحد اسمه يعني عبد الحميد ده فده كان عنده سيستم برضه بتاع مخازن جاهز يعني حتى لو لقينا ذاك مكان بس مش متعود انه هو عامله ديسك توب وعلى السي شارب وما بده يسوي لا 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 المخزن مبسوطين من السيستم مبسوطين من السيستم بتاعك الناس اللي بيسوي الفيدباك الفيدباك يعني شنو يعني مثلا لما بتاع مثلا يكون معك انت واحد مطلوب عنده شيء يرجع هذا لا اللي قعدت معاه وتم انزال مثلا
110 سجل بتاع استلام كان يعني الليله نزلوها الليله ما عندنا حاجه ما نقدر مش نزلت الليله نزلت في واحد يوم جيبهم فيها الضرائب ولو قلنا شوف ايش وي كان دو خلاص يعني عندنا السيستم بتاع الفيدري وشغال لكن ممكن يتطور مش كده؟ انا اللي بسوي هذا الكلام بس بالضبط انا زي ما اعرف الكوره المفترض يجهزوا كم من بعد مليون كوره ما عارفين المفترض يمشي يشتغل يكون في شوط حاصل وبكره في مثلا ما بدل ما يجهزوا السيارة ويجوا يفاجئوا بها كلهم لان بس ده حاجه مو حاجه في قال بيخليه في صم ستيك هنا ده الناس وهم طالعه طبعا ما كان موجود ده حاجه ثانيه بري بزنس سيستم الديفلوبر بيرد لك معنا بس ما توقع عشان عندي في الفيديو اوكي شنو ما هو زر الانشاء في السيستم انا عامل السيستم ده يعني اقول الكلام المشكله الثانيه هو مش مادي بقى من حاجه حصل المشكله الثانيه انه العمل في الريبورت زي ده يكون موجود في فيسبوك ممكن اعمله بس يلا عارف الحاجه البسيطه دي جبت بس رايك الحاجة الثانية اللي هي الحاجة الأولى إنه الديفلوبر الأساسي اللي كان حاجته معروفة صعبة تمام يا أخي يومين ثلاثة صعبة في حاجات كلية في حاجات مثلا التطبيق بس دي فيبدا مبتكر يعني نفس نظام المخازن لما تنزل عندنا نظام ادويه بيكون اسمه مخزن جديد يعني ده مخزن للرئاسه هنا مخزن ادويه نفس الفكره في المتطوعين بدل المتطوعين نازلين هناك في طالب بجنبه متطوع يعني متطوع ميداني متطوع ميديكال فانا شايف انه بس السيستم موجود في الويب وهم ممكن يشتغلوا به من هناك بس مع اضافه كولوم واحد بيحدد الطايب الحاجه هم حيكونوا شغالين هو اصلا في تايبس يعني لا 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 يعني حلال
اتفاقيه معاه امبارح. شفت الفيس بوك اتفاقيه معاه امبارح على الموضوع ده. يعني ده بس بيدعم حاجه ده عشان بتعمل يعني شفت الاناليسيس ده كنت بقول بقى في اي محل اشتري انت شايف كل الاي دي والتكنيكال سبورت في اي محل كله من انا وقف في لحظه دي واستعد.